بلاي. رجعنا من جديد في فاير بلاي باش نحكيو توا على منتخب الوطن التونسي يستعد لمقابلة غينيا الاستوائية ضمن الجولة الأولى من تصفية المونديال. لكن قبل هذا نذكر أحبائي السيابية تنجموا تكلمونا على 71 725 ألف تعطيونا رأيكم في اللي صاير في الفريق، شنو هي أسباب المشاكل اللي صايرة حاليا، شنو هي الحلول للخروج من الأزمة. رقم وحيد تنجموا تكلمونا عليه 71 725 ألف. الكل أحبائي السيابية نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. البارح كانت حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام للمنتخب الوطني التونسي، كان موجود المنظر الكبير دياس السخيري، وهب الخزري، ويوسف المساكني، وتحدثوا لوسائل الإعلام. من النقاط اللي طرحت في البارح في تقريبا النقطة الصحفية غياب مرتضى بن ونيز، غياب يوهان توسغار، غياب رمزي آية عن تربص المنتخب، ايضا غياب الثنائي حنبعل المجبري وكريم رقيق او عمر رقيق بعد ما كانوا موجودين في القائمه المستدعات، شنو هي الاسباب وشنو هي التفاصيل، وعدم استدعاء معز بن شريفيه وكذلك فاروق بن مصطفى مجددا مع بعضهم المنتخب. نقطه او نقاط احكي عليهم المنظر الكبير الكوتش نتاع المنتخب، نسمعوا شنو قال. تعودنا احنا منش اليوم قاعدين نحضروا في الكومبيتيسيون بالحجم هذا، ملي بدينا البروجي كان عندنا اوبجيكتيف كبير هو الكاس العالم. اليوم دخلنا في الـ في الـ في المعمعة كما يقولوا، لكن الجروب واعي، الجروب واعي، الملاعبيه واعيين، الناس كل واعيين باهميه المرحله هذه باش ندخل المقابلات كيما يلزم بعقليه باش نربحوا باش ناخذوا المرتبه الاولانيه، وان شاء الله نفرحوا التوانسه ونوحدوا التوانسه في وضعيه اللي البلاد في امس الحاجه بانجاز من نواك. بداية الموسم نتاعو مع قاسم باشا قاعدين نتابعوا فيه، فما دي بوست اللي فيهم برشا كونكورونس، فما عندنا علي معلول، عندنا علي العابدي عمل فان سيزون اكسترا اوردينير ودخل مع المنتخب، اسامه الحدادي انا وليت ما عادش نحسبه كاري لاتيرال، وليت نحسبه كاكسيال، باش يقعد الباب مفتوح للمرتضى تو مومون ينجم يدخل للمنتخب، وهذا ماهوش غريب عليه خاطر جاء معانا في العديد من التربصات ولعب في العديد من المقابلات. بالنسبه للصفيق سيدي هذا كيف كيف، انا نعرفه ملي عمره 16 17 سنه، سي ان جوور دو كاليتي، عنده الفوتبول دي فيتاس، عنده سيرتو اون بون ليكتور، الباب باش يقعد مفتوح غادي نتبعوا فيه، عمل شطر موسم باهي ولا موسم باهي مع النادي نتاعو، اذا تصير كونفيرماسيون السنه هذه اوتوماتيكمون سي ان جون اللي باش يقعد الباب مفتوح ليه. باهي كل مدرب منتخب كيرى الملاعبيه نتاعو قاعدين يقوى ويكبروا وياخذوا في طون دو جو مع اندي قوية، هذا ما باش يرجع كان بالايجابي على المنتخب، واحنا بيدنا حتى وقت يستشيرونا في دي بروجي سبورتيف ديما نحاولوا باش نوجهوهم للكومبيتيسيون، نوجهوهم باش يكون انسان جمعته معبيه ويلعب في نسق اللي خول وقت يجي المنتخب يعطي الاضافه. الوضعيه ما نقولكش واضحه خاطر سانسيرمون الوضعيه نتاع البوست هذاك فيها شويه برشا ريفليكسيون وبرشا حسابات. وقت عيطنا لمعز حسان زوز تربصات الاخيره، معز حسان كان موجود في النادي نتاعو يدرب اسبوع كامل، موجود في كيب ولو دوزيام غارديان في كيب كانت محترمه. اليوم في بدايه التحضيرات معز حسان ما كانش في حتى نادي، ما عملش التحضيرات نتاعو في نادي، هذا خلى لي كونو ستانين اخر وقت باش يحاول يدخل في ستركتور يدخل في كلوب ولو حتى جمعتين ثلاثه جمعات الاخرين، مي مالوريزمون المحكاتو نتاعو ما كانش في وقته، وهذا ولا خلانا لي كونو ما نعيطوش المعز حسان. مقارنه بالتربص الفرد كان فما عاطف تخيلي نفس الكا ما لقاش كيب، اليوم ما عندوش كيب مع البلوسور نتاع ايمن دحمان، مع الشوا اللي خذيناه ما بين فاروق ومعز بن شرفيه باش يكون حارس واحد من نفس النادي في المرحله هذه، توا الوقت هذا ما ناخذوا كان حارس من حارس واحد من كي يبداو زوز فرد كلوب، ما ناخذوا كان حارس واحد، غدوه يسبو تتبدل المعطيات. هذا خلى اللي كونه بشير بن سعيد وعلي جمال اللي هما موجودين في البلاتفورم وقاعدين نتابعوا فيهم عندهم مده دخلوا معنا، ولو هما مش جد على المنتخب بويسك اللي كانت فما ديما كومينيكاسيون معاهم وكنا ديما نحسوا فيهم اللي كانوا اتو مومون ينجموا يجيو معنا ويعطيوا الاضافه. هو موجود في البلاتفورم، يعني كي نقول واحد موجود في البلاتفورم يعني شك سومان الماتشوات اللي لعبهم نتفرجوا فيهم، نتفرج في الانديفيديوال نتاعو، نتفرج في البرفورمانس نتاعو بطبيعه مع بقيه الستاف. اليوم قاعدين نقدروا اللي كانوا ثلاثه جوارات كونفيرمي اللي هما مرياح برون طالبي، وزاد تخلى معاهم في اللعبه توا اسامه الحدادي،
ومع ان جوار اللي راه دو فالور اللي انا وصغير في العمر عمر رقيق 5 دونك باش نقعد الباب مفتوح لو جور اللي كان وقت نسحقه ندخلوا اون كومونيكاسيون معاه والافضل المنتخب هذا كان عملوه تزقار انا كنت تكلمت معاه سنتين التالي وتواصلت معاه وشفت اللي كون الموسم تاعه اللي قاموا به في النادي موسم محترم وشفت اللي عنده بروفيل اللي نجم يعاون ليكيب ناسيونال لكن هو صراحه اللي كونه ما عادش معني بالبروجي نتاع ليكيب ناسيونال وماش يحب يجي ليكيب ناسيونال هذا وقت عمره 33 سنه هذا عامين التالي وقت ما زدت كي بديت انا بطبيعه اليوم عمره 35 سنه هو قاعد يعمل في دي بيرفورمانس بي لكن هو عبر اكثر من مره اللي كونه ما عادش متحمس للمنتخب لليوم مازال تصريحهم ماهوش ممكن المفروض يكون تتبدل المعطيات مي جوسكا متنا مازالوا ما خرجوش من الانديه نتاعهم هو نبداو بالخطوه بالخطوه ساعه التصريح نتاعهم باش يجي ولا لا باش يسيبوهم ولا لا بعد يكونوا موجودين في الماتش الاولاني في الماتش الثاني هذاك بعد دونك هذم جملة من نقاط اللي حكى عليهم منذ الكبير البارح في النقطة الصحفية اللي كانت قبل انطلاق الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي تقريبا النقطة الوحيدة كانت مفتوحة الوسائل الإعلام حكى على برشا مواضيع غياب مرتضى بن ونيس المتألق في البطولة التركية أيضا غياب يوان توزغار اللي كان موجود في المنتخب في وقت سابق ومتألق حاليا في بطولة فرنسا في القسم الأول مع نادي تروا غياب أيضا رمزي أيشني أسباب عدم دعمه للمنتخب لاعب سلافنيتانا الزميل وجدي كشري في نفس الفريق حكى ايضا موضوع حراسة المرمى غياب الثنائي حنبعل المجبري وعمر رقيق بسبب الاجراءات البروتوكول الصحي في انجلترا تمنع الملاعبيه من الالتحاق بنواديهم باش يقضيو مده طويله باش يغيبوا يخسروا الفرق نتاعهم هذه جمله من النقاط اكيد تنجموا تسمعوهم بعد شويه في اللايف ستريمينغ في الفيديو تلقاوها على الصفحه نتاعنا اكسبريس اف ام والا الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس اسبور نواصلوا يوسف مساكن ايضا البارح كان موجود في النقطه هذه نسمعوا شنو قال على مقابله غينيا الاستوائيه الرسميه هذه كاليفيكاسيون كوب دو موند ان شاء الله مرحله جديده الحمد لله معنا حضرنا لها الايامات الكل ان شاء الله يا ربي نبداو بفوز باش يكون ان شاء الله انطلاقه جيده ان شاء الله اكيد عندنا فكره مازلنا كلعبنا ضد معنا المنافس وقريناه بالبداية إن شاء الله كما قلت لكم نقولوا جاهزين باش نبداو انطلاقة باهية إن شاء الله والله أكيد معناها المجموعة تستحق أي واحد يكون حاضر معناها في المنتخب إن شاء الله يخلطوا معناها وإحنا نستحقوا أي واحد وكما قلت إن شاء الله سيمون بدي يجاوبك على السؤال دونك كان هذا يوسف المساكني لاعب المنتخب الوطني التونسي أيضا من الملاعبية كانوا موجودين محترف نادي كولن الألماني تقريبا واحد من أفضل اللاعبين في المنتخب حاليا إذا كان مش أفضلهم على الإطلاق تقريبا سواء من ناحية الكرة وإلا حتى الكوميونيكاسيون نتاعو تبارك عليه الياس السقيري باش نسمعوا تصريح مهم جدا شنو قالوا على العروض اللي وصلته باش تفهموا العقلية الممتازة والاحترافية للاعب هذا ميلان الإيطالي كان الكلام عليه إنه يحب على الياس السقيري كيف كيف ويست هام البارح تعرفوا الناس الكل تغلق الميركاتو في أوروبا نصف الليل ما تنقلش الياس لحتى فريق نسمعوا شنو قال البارح على العروض اللي وصلته Oui, comme j'ai dit, c'est un moment important. Qualification de la Coupe du Monde, c'est un moment important. Le groupe est motivé, donc il faudra vite répondre présent dès ce premier match contre la Guinée. J'espère que le groupe sera prêt. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de soutien. Je peux le voir un peu partout. On m'attend, on espère que je puisse franchir le palier et aider aussi l'équipe nationale. J'ai la même ambition, j'espère aussi pouvoir le faire maintenant, comme j'ai dit. Ça ne dépend pas forcément de moi actuellement et je vais continuer à travailler et à continuer à progresser. C'est officiel, ça le sera ce soir à minuit, le mercato n'est pas fini. Mais bon, faut aussi être réaliste, je ne pense pas qu'il y aura du mouvement en toute fin comme ça de mon côté. Sur le papier, on repart pour une nouvelle saison avec Cologne, avec beaucoup d'ambition et on espère continuer à donner le meilleur. مش على الورق هاو دونك البارح سكر الميركاتو نصف الليل كما قلت الياس السخيري باش يكمل رسميا الموسم القادم في كولن بعد ما عدم نجاح اي صفقه لانتقاله لاي فريق اخر كما قلت الميلان والا الويست هام حبينا نشوفوه الياس في كيب مخير من كولن لكن العقليه الاحترافيه يقول لك باش نكمل نخدم الياس باش نعمل سيزون خير من اللي عديتها واللي ملاه نمشي لكيب مخير ونطلع باليه مخير ايضا نواصلوا الحديث على مقابل تونس وغينيا الاستوائيه من اللاعبين اللي كانوا موجودين البارح واحد من قاده المنتخب لاعب سانت اتيان وهبي الخزري الهدف كومان قبل الكوب دافريك سي دو بيان ديماري لي
les trois prochains mois qui arrivent, c'est, ça va être déterminant, important. Donc j'espère qu'on va bien se qualifier et bien entamer cette compétition. Ouais, on les a joués, on sait que c'est une équipe qui est technique, qui met beaucoup d'intensité, qui court beaucoup. Ça va pas être un match facile, mais voilà, on a un effectif de qualité. Et je pense que si on joue notre jeu, qu'on est agressif, qu'on est bon techniquement, on sera capable de prendre les 3 points. J'espère. Je vous dirai ça après le match, et c'est le but. Donc voilà, je me sens bien, je me sens en forme. Donc je vais donner le maximum comme je fais à chaque fois quand je viens en sélection. Inch'Allah بالتوفيق لمنتخبنا في مقابلة الجمعة الأولى باش تكون مقابلة الجولة الأولى من تصفيات المونديال ضد منتخب غينيا الاستوائية باش يكون لنا إن شاء الله بلاتو خاص في فير بلاي هذه الجمعة مطلفة الخمسة بتاع العشية باش نحكيو أكثر تفاصيل على مقابلة منتخبنا هذه الجمعة بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا. قبل ما نمشي للموسيقى نذكر أحباء السيابيت نجمو تكلمونا بعد شوية باش نبداو ناخذوا تليفوناتكم على 71 725 1071 725 1071 725 1071. ناخذوا كل آرائكم حول اللي صاير حاليا في السيابية من فوضى إدارية وتسييرية في الفريق, شنو الحلول تشوفوها للخروج من الأزمة هذه, كلمونا على 71 725 1000. موزيكا ثم مكملين في بلاي حتى الخمسة.